ويقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار آية من آية الله تبارك وتعالى، يذهب هذا ويجيء هذا، ويطول هذا فترة ويطول يقصر ما مقابله فترة أخرى، وهكذا يتسابق الليل والنهار، فالليل سابق النهار، والشمس تجري مستقرا لها، ذلك تقدير الله جل وعلا. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. فهذه من آيات الربوبية التي يستدل بها على أنه لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده. هذه لمحة عن توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، جاءت في آيات كثيرة، جاء في آيات كثيرة من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. فهذه أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العليا. هذا توحيد الأسماء والصفات الذي هو النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو كذلك يتضمن توحيد العبادة. توحيد العبادة جاء فيه آيات كثيرة جدا، وبين الله تبارك وتعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه سبحانه وتعالى وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. فبين الله تبارك وتعالى أنه ما خلق الجن والإنس إلا للقيام بهذا الحق، وهو إفراده سبحانه وتعالى في العبادة. فإن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، لا يحتاج إلى هذه العبادة، وإنما يعود نفع هذه العبادة وهذه التقربات، إنما يعود نفعها إلى الخلق من الجن والإنس الذين خلقهم لعبادته، والملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى كذلك لعبادته. والله هو الرزاق ذو القوة المتين، فليس بحاجة إلى ذرة من هذه العبادات. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص الملك شيئا. لو كانت قلوب الناس كلها على قلب أفجر خلق الله ألا هو الشيطان، لا يضر الله شيئا أبدا ولا ينقص من ملكه شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما ينقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. المخيط الإبرة الصغيرة إذا دخلت البحر الواسع، البحر الأبيض المتوسط والبحر المحيط والبحر العربي، هل تنقص منها شيئا؟ لا. كذلك ملك الله سبحانه وتعالى لا ينقصه شيء، لا ينقصه شيء. يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ ليل ونهار يقني ويفني ويرزق ويحيي ويميت وإلى آخره، ويعطي ويعطي ويعطي، لا ينقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى الغني العظيم الواسع الكبير سبحانه وتعالى.
فعظم الله حق قدره، لا يفعل المسلم كما يفعل المشركون الذين قال الله فيهم: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا شأن الله تبارك وتعالى، بل بعض شأنه سبحانه وتعالى. والله يمسك السماوات بإصبع، والأرض على إصبع، والشجر على إصبع، والبحار على إصبع، وإلى آخره على إصبع، سبحانه العلي الكبير. فعظموا الله حق تعظيمه، واقدروه حق قدره، واعبدوه بقدر ما تستطيعون. فإننا لو عبدناه ليلا نهار لا نكفي بشيء من نعمه سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد. سبحانه وتعالى، رسول الله يعبد الله تبارك وتعالى ويدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله، وهدى الله على أيديه أمم سبحانه وتعالى، وكل الناس الذين اتبعوه ينالوا من الأجور مثل أجورهم، ومع ذلك لا يثني على الله حق الثناء سبحانه وتعالى. يرى نفسه ما شكر الله حق شكره، ولا قدر الله حق قدره، ولا أثنى عليه حق ما يستحق من الثناء سبحانه وتعالى. يجب أن يستشعر المؤمن في نفسه تقصيره وعجزه في القيام بحق الله تبارك وتعالى، فيبرأ إلى الله تبارك وتعالى أن يعفو عنه تقصيره وأن يغفر له ذنوبه. فإن كل من آدم خطاء، وخير خطاء التوابين، والحديث فيه كلام، ولكن هذا واقع الناس. كل من آدم لا أحد يسلم من الخطأ، لا أحد يسلم من الخطأ، وخير الخطائين التوابون، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من توحيد العبادة الصلاة الصوم والزكاة والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذه تدخل في نطاق توحيد العبادة. فعلينا أن نبذل كل ما نستطيعه في عبادة الله سبحانه وتعالى. من هذه الأمور التي ذكرتها وغيرها: نصلي كما كان رسول الله يصلي، ونصوم كما كان، لأن الصلاة دخلت فيها بدع، والصيام دخل فيه بدع، والزكاة دخل فيها أشياء، وهذه الأركان من أركان الإسلام دخلت فيها أشياء فضلا عن غيرها. فلنتقي الله ونحاول أن نصلي مثل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما حج عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: أما بعد أيها الناس، فإني لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فخذوا عني منسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. يجب على المسلم أن يتعرف إلى هذه الأشياء في ضوء كتاب الله وفي ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤديها كما كان يعملها رسول الله عليه السلام، خالصة نقية سليمة من أي شيء من أنواع البدع التي وقع فيها كثير من الناس. هذه يجب أن نعتبرها وأن نضع هذا الأمر نصب عيوننا. كذلك الدعاء: لا يدعى إلا الله تبارك وتعالى، كما لا نصلي إلا لله، ولا نصوم إلا لله، ولا نحج إلا لله، لا ندعو إلا الله تبارك وتعالى. والدعاء هو العبادة، كما في الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الذين يستكبرون عبادتي عن دعائي، يذهبون يدعون غير الله تبارك وتعالى، ويستكبرون عن إخلاص الدعاء لله تبارك وتعالى، فسوف يدخلون جهنم داخلين، أي الصاغرين. فعلينا أن نخلص الدعاء لله، لا ندعو ملكا مقربا
ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا حيا كان أو ميتا حاضرا أو غائبا. لا ندعو إلا الله تبارك وتعالى ولا نضرع في الشدائد وغيرها إلا إلى الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء لا يفعل ذلك إلا الله وحده سبحانه وتعالى. لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله وحده سبحانه وتعالى. والناس كلهم فقراء إلى الله لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا مشروع. هؤلاء الناس الآن يدعون رسول الله ويستغيثون به في الشدائد. الله سبحانه وتعالى بين لهم واطع هذا الرسول وعبد ورسول وعبد الله ورسوله. لما قال أحد الصحابة أنت سيدنا ومن سيدنا قال قل لا يستخف لكم الشيطان إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نجعله ندا لله وندعوه ونستغيث به ونرجع إليه في الشدائد لا. وبلغنا ما جاء إذا القضاء على هذه الأنواع الشركية، ما جاء إذا القضاء على الشرك، ما جاء إذا تقرير التوحيد بكل أنواعه عليه الصلاة والسلام. ثم لم يدعي نفسه شيئا من حقوق الله تبارك وتعالى إلا الطاعة، فإن طاعة من طاعة الله لأنه مبلغ عن الله تبارك وتعالى. فطاعته طاعة لله سبحانه، طاعته ترجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا ما أطعنا الرسول لا نؤمن بالله ولا بسنة ولا بغيره، فلا بد من طاعة هذا الرسول في طاعة الله سبحانه، وهو لا يأمر إلا بالحق ولا يقول إلا الصدق ولا يأمر بالباطل فأشاه صلى الله عليه وسلم. فنطيعه وننزله المنزلة التي يستحقها ونعتقد فيه أنه أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، أكرم الرسل، وأن رسالته أكمل رسالات، وأن الكتاب الذي أنزل عليه مهيمن على كل الكتب والرسالات السابقة، وأنه كتاب لا مثيل له ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حق له، وهو كتاب محفوظ لم يتطرق إليه شيء من التغيير والتبديل ولا في حفظ واحد، لأن الله تعهد بحفظه إنا نحن نزل الذكر وإنا له لحافظون. فعلينا أن نحترم الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نحترم هذا القرآن وأن نؤمن ما فيه من الأخبار وأن نمتثل ما فيه من الأوامر وأن نجتنب ما فيه من النواهي. هذا الذي يلزم كل مسلم. ومما حذرنا البدع والخرافات والشركيات حذرناها رسول الله عليه الصلاة والسلام، حذرنا من دعاء غير الله تبارك وتعالى، حذر الله من دعاء غيره كما ذكرت لكم بارك الله فيكم. قال الله تبارك وتعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.